بدك شيء من برا؟ لا بس ما بدك تغدي معنا؟ لا شكرا انا معزومه على الغدا من اذنك. شو هذا عمتي؟ شو ماشي حالي؟ شو ماشي حالي؟ بتجنني؟ شكرا ميرسي عن اذنك. الو اهلين ست نبيلة. فاتي عم تعمل رياضة؟ ست جميلة لحظة لأسألها، فاتي عمتك قادرة تجي لهون شي؟ لا ابدا اليوم ما حكيت، ما له بالعادة. الو فاتن عم تقول لا حكيت ولا اجيت لهون، ليش في شي؟ طيب الله معك. شو القصة نعيمة؟ شبع عمتي؟ ايه انا بعرف عن هالعيلة تبعكم. وشبع العيلة تبعنا؟ يلي بيصير فيها ما بيصير بعيلة تانية. شغلتي لي بالي نعيمة، طلعت عمتك من البيت من غير ما تقول لحدا. عمتي؟ ايه طولي بالك طولي بالك، مو محرزة الرعبة. شو صار يعني اذا طلعت من البيت من غير ما تقول لحدا؟ مرة صار عمرها 70 سنة، وين بدها تروح؟ نعيمة؟ نعم. هاي اللي عم تحكي عنها بتكون عمتي. ليش انا شو حكيت؟ بدك ياني ما ارتعب عليها؟ ارتعبي اذا بدك. بعدين تعي لهون، شو هي صار عمرها 70 سنة؟ شو يعني؟ الست جميلة كبيرة ووعي، وما في داعي حدا يخاف عليها. إذا أنا ما خفت عليها، مين بده يخاف؟ إيه على مهلك، بس لا تحسسي أمك إنك خايفة عليها كثير. صح. برافو نعيمة. منيح اللي نبهتيني. كان. تأخرت عمتي ما؟ ايه. طيب يعني مين بده يكون عازمه؟ ما بعرف. بشوفي ابوك شلون نايم، كأنه مو صاير شيء، نياله على برادة قلبه. مالي نايم، بس عم فكر وين ممكن تكون راحت. وطلع معك شيء؟ إلا ما يطلع. مرحبا نادية. أهلا فتون. كيفكن يا جماعة؟ كيفك ماما؟ أهلين ماما. كيفك بابا؟ أهلين بابا. إيه والله اشتقت لكم. إيه هلأ حكينا معك لسا على التليفون، ما حلك تشتاقي لنا. ولو كان هيك فجأة لهف قلبي وحسيت حالي وكأني إلي دهر ما شفتكم. أهلا وسهلا فيكي، إمتى ما إجيتي؟ أهلا وسهلا بابا، تعالي. تصوري عمتك لهلأ ما بينت. وشو يعني؟ وإذا طلعت بدون ما تقول لحدا؟ عمتي صار عمرها 70 سنة، يعني كبيرة وواعية وفهمانة، وما في داعي تخافوا عليها كل هالقد. أهلين عمتي. مساء الخير. مساء الخيرات. عمتي مساء الخير. كيف كان العشاء؟ قصدي الغداء. إكسترا. شو بها عمتي؟ مانا طبيعية هوي. أنا ماني شايف شي مو طبيعي. بابا معه حق، ما في شي مانو طبيعي. أنا خايفة تكون تصرفاتها ردة فعل علي أنا. ماما لا تعقدي الأمور. فاتن أنت أكثر وحدة بتتفاهمي مع عمتك، روحي شوفي لها شبها. مثل ما بدك ماما. يلا. عمتي من امتى كان في اسرار تخبيها عني؟ اسرار؟ انا هيك حاسه. لا لا اسرار ولا شيء. الك وين كنتي؟ كنت معزومه على الغدا. ومين كان عازمك؟ جماعه رفقاتي. بعرفون؟
لا هدول تعرفت عليهم جديد. وظراف؟ كتير. طيب امتى بدك تعرفيني عليهم؟ عن قريب كتير. لا ما حدا يرد على التليفون. الو؟ اهلين. ايه الحمد لله وصلت بالسلامة. بكرة؟ طيب حاضر. باي. أهلين أبو مازن. عمتي؟ أهلين صغير. أهلين أبو مازن. أهلين عمي. أهلين بنت عمي. عمتي معقول إنه أنت هون؟ وين بدي أكون يعني؟ الحمد لله على السلامة. فاتن جننتني، خلتني أدور كل المستشفيات، كل المخافر، ما خليت محل ما دورت فيه، ما بقي حدا من ما عرفنا ما اتصلت فيه. ليش كل هاد؟ يعني إذا كان طلعت لحالي شي مرة شو أنا صغيرة حتى تخافوا علي؟ ما قلت لكم. على كل ماشي الحال، أنا بدي إياكم بكرة الساعة 7 تجتمعوا كلكم هون من أكبر واحد لأصغر واحد. خير ليش؟ قررت أمن على مستقبلي. إيه؟ في إنسان حابب يتقدم لي وأنا بنفس الوقت حابة أعرفه على العيلة كلها. شو؟ بهالسرعة؟ ودرستي منيح يا جميلة؟ هلا يا عمتي، هلا أنت يعني شايفتيه مناسب بالنسبة إليك؟ لأنه نحن لازم بالأول نشوفه ونقلك إذا كان مناسب ولا لا. وليش بقى؟ لأنه قصدي يعني عمتي، يعني لأنه منخاف عليك وبتهمنا مصلحتك. إيه أنا أدرى بمصلحتي. بس يعني يا جميلة، ما يعني مالك شايفة إنك مستعجلة شوي؟ مستعجلة؟ قديش بدك يعني أقعد فكر؟ 5 سنين كمان؟ لا يا جميلة لا، أنا ما كان هيك قصدي. أنا فهمانة قصدك، بس يأسفني يا كريم إني قلك ما رح حدا يقدر يوقف بوشي، أو بالأحرى ما رح اسمح لحدا يوقف بوشي. أنا قررت ومشي الحال، وبدي إياكم بكرة كل واحد يلبس أحلى ما عنده مشان يعرف إنه عم يناسب عيلة بترفع الراس. عن إذنكم أنا عندي شغل كتير وما بقى الحق، لأنه ما حد في وقت. أكيد هي أعراض الخرف. تذكري شو كانت تعمل ستك قبل ما توفى؟ بعتقد عمتك جميلة ورثت عنه نفس المرض، وهذا بيسموه نقص تروية. شو يعني نقص تروية بابا؟ يعني الدم قبل ما يوصل للدماغ وينشف بالعروق بابا. وشو أعراضه؟ اللي عم تساويه عمة أمك. يا ترى كيف شكله هالعريس؟ كيف بده يكون يعني بابا؟ شاب بالتسعين وما فوق على عكاستين، هذا إذا ما كان على كرسي متحرك. واو شغلة ظريفة، معناتها رح نتسلى كثير. شايفة؟ سوسو رح تتسلى. لك قولي رح ننفضح. عمة أمك رح تفضحنا. بس بقى نجيب. بس بقى نجيب؟ يعني كثير شايفتيها حلوة إنه نقعد هيك ننصمت كلياتنا لحتى يتعرف علينا عريس الهنا؟ إذا بدك لا تروح. بالله؟ وفوت علي الفرصة إنه يكون لي الشرف بالتعرف على عريس عمتك؟ نجيب حيرتني. وانتي خانو بدل ما عم تضحكي تعي كملي الجليات عني. خلص خلص بطلت اضحك، لكن شرفي اجلي. سادي امك شوشو هي لازم ترتاح لحتى تقابل عريس عمتها وهي بكامل نشاطها، احلى ما ياخذ فكره غلط عن العيله بابا. شبه العيله استاذ نجيب؟ ابدا، على الكتالوج. بعدين واذا عمتي بتتجوز شو فيها يعني؟ ايه والله، وانا عم بسال حالي كمان شو فيها. مرة وحدانية صار عمرها 70 سنة ولقيت شريك حياتها، وين الغلط؟
وانا عم بسال حالي وين الغلط. اتمسخر اتمسخر. الو اهلين فاتن. ولك شو صاير لعمتي؟ معقوله هالفضيحه اخر هالعمر؟ صار لي من الصبح ما فلتت من لسان نجيب. والله حاسه روحي رح تطلع. وانا كمان متضايقه وحاسه الدنيا ضيقه وسودة بعيني. ايه بس مو لنفس السبب اللي انتي متضايقه منه. انا متضايقه لانه بده يجي واحد وياخذ عمتي مني. وانا ما بقدر. ايه والله بطق. وخاصه اذا اجاها ولد. افرضي في ناس بهالعمر بتخلف. بكره بياخذ كل اهتمامها وبتنسى انه إلها بنات اخ. اصلا هي من هلا بلشت تتنكد فيي. شو بدي البس؟ بدي البس اسود. عجبك هيك يا نعيمه؟ قلت لك اللي بصير بعيلتكم ما بصير بعيله ثانيه، زعلتي مني؟ نحن هلا مو بهالموضوع، نحن لازم نلاقي حل. معقول توقفي بوش عمتك حبيبه قلبك؟ صح ما بصير. طول عمرها منيحة معي والظاهر لازم ضحي. ايه بس لازم لاقي حدا غيري يوقف بوجه سعادتها. طيب نادية طيب، انت هلا هدي اعصابك على بين ما نتعرف على الزلمة وبعدين بنقول رأينا. ماشي 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 الحق معك. هلا المهم انت تروقي اعصابك وتهدي حالك لبين ما يمر هاليوم بس. خلص خلص اوكي نادية اوكي، بس لحتى اجي بنحكي. مع السلامة. نارا؟ يا نارا؟ نعم عادل. تعالي حبيبتي تعالي. بدي اخذ رأيك بشغلة. شرفي عليكي. وي عادل، تفضل. قليلي لشوف، شو رأيك بعمته جميلة؟ من أني ناحية؟ من أني ناحية يعني كإنسانة؟ بحسها مثل رفيقتي، يعني لما بقعد معها بتصير قدي وبنلعب مع بعض وبنتسلى كتير. عظيم، يعني عمته جميلة مو مثل تيتي. لا تيتي غير شي. كيف يعني؟ يعني تيتي تيتي وعمته جميلة عمته جميلة. مظبوط، تيتي تيتي وعمته جميلة عمته جميلة. ممكن اعرف يا استاذ عادل ليش عم تسالني هالاسئله؟ وكانه في حدا بده يخطب عمته جميله. برافو عليكي نارا، برافو عليكي حبيبتي، فعلا في واحد بده يخطبها لعمته جميله. لعمته جميله؟ هي لعمته جميله. بقلي لي انت شو رايك؟ المهم يعجبها، لانه عمته جميله ما بيعجبها العجب. بدك شيء ثاني؟ لا سلامتك بابا. عمته جميله ما بيعجبها العجب. مظبوط. تخيل واخيرا عمتي جميله رح تلبس الفستان الابيض مع الطرحه البيضاء. يا ستي بتستاهل رغم انها ما بتحبني كثير. شو هالحكي برهوم؟ هل عمتي جميله ما بتحبك؟ هي مو ما بتحبني، بتحبني بس مو معجبه فيني. يعني ليش في حدا بهالدنيا ما له معجب فيك؟ لا تخليني ازعل منك. انا مالي زعلان شادية، يعني انا وين وعديلي مالك وين ولا حتى عادل او نجيب. بالمقدمه وحياتك. عن جد شادو؟ أصلاً أهم صفة فيك هي تواضعك، ولأنك متواضع بتفكر عمتي جميلة ما لها معجبة فيك. ليش أنت ما بتعرف قديش عمتي جميلة بتحب شعرك؟ صحيح شادية، ذكرتيني لازم أكتب لك قصيدة بهالمناسبة. صح برهوم، أصلاً هي بدها تشوف حالها قدامه بالعيلة، وإذا أنت عملت هالقصيدة بده يقول لحاله يا عيني شو هالعيلة اللي فيها شاعر مهم وأنا ما بعرف. قولتك رح تعجبه القصيدة؟ طبعاً، أصلاً هي أهم قصيدة عندك. إيش لون أهم قصيدة لسه ما كتبتها؟ هلأ مو دائماً، لما بيسألوا الأدباء المهمين شو أهم أعمالكم بيجاوبوهن تلك التي لم نكتبها بعد؟ شادو، أنا بلاكي شو كان رح يصير فيني؟ إذا صار عندي دار نشر رح أعينك مستشارتي، وإذا اشتهرت كشاعر على مستوى الوطن العربي رح أعينك مدير المكتب الصحفي اللي رح أفتحه. ليش؟ لأنه بتعرفي أنت الصحفيين وعجقتهم. لا برهوم، أنا بقول تخلي الشعر عندك هواية وتلتفت لأعمالك التجارية. إيه؟
أنا موافق، فكرة كتير معقولة. طالما هيك إذا صرت مليونير رح تكوني أنتي مديرة أعمالي، وعمتك جميلة بتصير بقى تفتخر فيني قدام جوزها على المظبوط المظبوط. يمكن فركة. شو يفركة؟ اي صحي له عروس مثل عمتي. ايوه والله يا مايا طلعت عمتي اشطر مني ومنك ومن خالتي ناديه. طول عمري اشطر منكم. وانت مين حكى معك؟ ما شرط حدا يحكي معي. هلا في مجال تاجلوا لنا هالسيمفونيه لانه مو وقت هالحكي هلا. يا جماعه هلا في حدا يتخيل يعني شكله العريس؟ بابا متوقع انه عمره 90 سنه واصلع وعلى عكازه. مساء الخير يا حلوة. مساء النور. مساء الخير، أنا وسيم الطاير. مساء الخير. أهلين وسيم. تفضلي. تفضل أخي كريم. تحياتي. اهلا وسهلا. زوجته نبيله. تحياتي مدام. اهلا وسهلا. بنت اخي فاتي زوجها التاجر المعروف مالك الجورابار، اهم تاجر في البلد، ولو طبعا اشهر من ان يعرف. اهلا وسهلا. عادل زوج المرحومه ليلى، اهم محامي بالبلد. تحياتي استاذ. اهلا وسهلا. مجدة من اوائل كليه التجاره، زوجها نجيب أهم فلكي بالبلد. تحياتي مدام. أهلا. تحياتي أستاذ. أهلا. شادية بنت أخي زوجها برهوم، أهم شاعر بالبلد. تحياتي. أهلا. أهلا. تحياتي. أهلا وسهلا. تفضل. نادية بنت أخي أصغر واحدة من بنات أخي وأهم باحثة اجتماعية بالبلد. أهلا. مايا. أهلا مايا. رامي. أهلين رامي. سوسو. اهلا سوسو. مازن جورابار. اهلين مازن. هلا. نارا اصغر بنت بالعائله، بنت عادل. كيفك يا نارا؟ اهلين وسيم. عمو وسيم. هلا مثل بعضها ولو. استاذ كريم. نعم. بيشرفني اني اطلب ايد الانسه جميله من حضرتك. والله انا يعني ما عندي مانع، بس ما لازم ناخذ رأي جميلة بالأول. طبعا طبعا. جميلة شو رأيك؟ موافقة. لا 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 لا. مبروك ست جميلة. شو كريم ما في مبروك؟ مبروك. مبروك جميلة. مبروك جميلة خانم. تفضل. شرفي تفضلي لهون جميلة خانم. تفضلي. تفضل تفضل وسيم. نادية ضيفي الحلو. ايه يا معلم. حليانة. ميرسي. يوي بجنن ما هيك؟ ما بو شي. ما بو شي؟ ايه مازن أحلى منه. مازن. أهلا وسهلا. تسلموا. اخدي شعر اخدي. تسلموا. تسلموا. تفضل عادل. لا ميرسي. تفضل.
تفضلي عمتي. شكرا. يا استاذ وسيم، شو بتشتغلوا حضرتكم؟ اعمال حرة. بالتجارة يعني؟ هيك شيء. شو بالتاجر؟ بأي شيء بصح لي. أي شيء بصح لي؟ ما سمعت بهيك تجارة. شو بتقصد؟ يعني لساتني أول الطريق. لسا ما استقريت على شغلة محددة، ارتاح لها وحسها محرزة. يعني لسا ما أمنت مستقبلك؟ عم أمن حالي، ومثل ما سبق وقلت لساتني بأول الطريق. وهيدا أني إذا مو فايت على طمعها. إيه عمتي ما عندها شي يطمع فيه؟ شو ما عندها؟ نسيتي حصتها بالبيت؟ هلأ مشان ربع هالبيت بده يطمع بهالجوازة؟ إيه بيكون حاسبها لقدام. أنت شباب اليوم ما بتعرفيهم. بس والله عمتي عرفت تختار. شو قصدك؟ لا ولا شيء. أكيد في سر وراء هالجوازة، بس شو هو؟ ما بعرف. عقدة أديب، ما في أي سبب تاني. وسيم عم يدور على أم مو على زوجة. أنا لازم أعمل لي معه كم جلسة، أكيد رح أطلع معه بنتائج مثيرة. شو نادية؟ شو؟ شايف اهتمامك بالموضوع بلش ياخذ منحة تاني. شلون يعني؟ بعتقد انه فهمانين على بعض. ابدا؟ الموضوع ابدا مو مثل ما انت عم تفكر. بعدين يا عادل، انت بتعرف انا كيف بفكر، وبتعرف اني انا بحب حلل الامور وادرسها منيح لاني ما بتاخذ بالقشور. نادية، بعتقد انه عاجبك عريس عمتك، وعليك ماله متحمل هالفكرة انه انت البنت الظريفة والمثقفة واللي عمرك مناسب ما قدرتي تعملي مثلها. لا يا عادل، هي إهانة. تأكد تماما ان الموضوع مو اكتر من اللي قلت لك يا بابا. ما رح انتي ما رح يصح لك واحد مثل وسيم. عفوا، قصدي مثل عمه وسيم. نارا، كيف عم تحكي بهالمواضيع انتي لساتك صغيرة؟ الظاهر في كتير شغلات لازم تتأجل لحتى اكبر. على كل، مو هذا هو الموضوع اللي شاغل بالي. لكن شو؟ بعدين. بابا نارا حبيبتي، الله يرضى عليكي، روح يجيبي لي هالفيلم من الكاميرا، خليني اخذه على التحميض. أنا مالك بيك الجورابار، توصلني عمتك لهالمستوى هاد؟ تجيبني أنا برجلي مشان أتعرف على هذا الصايع هاد؟ لك شو ما عاد تستحي؟ ده تجوز واحد قد ولادة، واحد ما بيعرف حاله لهلا شو بيشتغل؟ قال شو؟ بدها تشوف حالة قدامه بعائلتها. يا عيني، وأنا كنت مفكره قاضي متقاعد أو مدير مستشفى أو يا أخي وزير سابق، قوم يطلع واحد صايع وقد ولادها كمان. طول بالك أبو مازن، صحتك بالدنيا. يا نعيم، المسألة ما عادت تحتمل أبدا، صارت كتير زيادة، صارت كتير أوفر، صارت كتير مسخرة. يعني شوفي فاتن، الجوازة هي ما لازم تتم. إي الله يسمع منك إلهي، أنا كمان ما ارتحت له للزلمة. طير العقل، يعني ما لقيت بعد هالعمر إلا هاد. نيالة، لازم نلاقي طريقة نبعده عنها. يا ريت. ألو؟ أهلين عمتي جميلة. إيه يا أهلا وسهلا، أهلين، باي باي. عمتي جميلة جاية هي وخطيبة. نعم، ومين قال إنه أنا بدي استقبله ببيتي؟ مالك، الله يخليك، مرة اليوم.
ما كنت عرفانه انه ما بدك عمتي جميله تجي لعنا. انا ما بحكي عن عمتك، عمتك البيت بيتها، انا عم بحكي عن هذا الصايع. مرحبا. يو الحوتوا توصلوا؟ حكينا قريب من البيت. اهلين عمتي. اهلين وسيم. عمو وسيم. اهلين عمو وسيم. كيفك يا مايا؟ وحفظت اسمي كمان؟ طبعا. اهلين عمتي. اهلين خطيب عمتي. تفضل وسيم. مرحبا. مرحبا. اهلين عمتي. تحياتي مالك بيك. اهلا. تحياتي مدام. اهلا. تفضل. مرحبا عمتو. اهلين. مرحبا استاذ وسيم. اهلا مازن. ام سوري انا عندي مشوار ضروري. سو على مهلك. اوكي يلا باي باي. تفضلوا تفضلوا. بيتكم حلو كثير. تفضل. في شيء مانو مريح بهالقصة؟ تصوري بزمانها الوحيدة اللي كان بدها اياه بيكبرها ب 35 سنة. وهلأ الوحيدة اللي بدها اياه بيصغرها ب 35 سنة. يمكن جميلة عم تعمل هيك لتخلص من العيشة معنا. لك نحن بايش مضايقينها؟ الحق علي، أنا اللي خليتها تحس إنه هي عالي علينا. قصدك مشان موضوع فاتن؟ إيه. جميلة لازم تحس إنه البيت بيتها، ونحن لا يمكن نستغني عنها، وأي شيء بدها إياه أنا مستعدة نفذه. هلأ لا تكبري الموضوع. أختي طاير عقلها بالعريس ومو مصدقة إمتى تتجوزه. بس يا ترى هو طاير عقله فيها؟ بس تفضل وسيم. يمكن إجت وجايبة مع العريس. أكيد ما مصدقلك حالك. تفضل تفضل وسيم، ارتاح. عن إذنك دقيقة. ليش عذبتي حالك؟ ما في عذاب. تفضل. يسلموا ايديك. الله يسلمك. تفضل. هدول انت مساويتيهم؟ بايدي، كلهم بايدي، حتى الجبنه. كثير طيبين. صح. وانا كل يوم بطعميك بايدي. مساء الخير. اهلين. صحتين صحتين، كمل اكلك. لو عرفانينك جايه كنا اجلنا عشانها وتعشينا سوا. الحقيقه جميله هي اللي اصرت انه تطعميني من تحديات. ايه اقل منها. ميرسي كثير. صحة وهنا. مساء الخير. شو هاد؟ اول مره بتشوفي الاكل. عادي تعشي معي. ما بحب اكل لحالي، مثل ما بتعرفي جميله ما بتتعشى. اي طبعا، وهلا كيف محافظه على شكلها هيك؟ احلى شكل. الاسم الحقيقي اسعد خطيب. فعلا. اربع جرائم احتيال. ايه. وشو نوع الجرائم اخي صالح؟ التقرب من الكبيرات في السن للدخول الى بيوتهن والاستطلاع من اجل السرقه. السرقه؟ اي نعم. طيب حصل وتجوز شي وحدة من هدول النسوان؟ أبدا. هذا كيف ما خطر إنه ممكن ينكشف؟ عملية السرقة كانت تتم دائما وهو متواجد عند أصحاب البيت. أها، معناها في وراء عصابة. تماما. طيب وكيف تركينه هيك ياخذ حريته؟ أسعد خطيب حاليا نظيف. آخر عملية احتيال كانت من قبل 5 سنين. 5 سنين؟ معناها الأخ رجع هلأ يزاوي نشاطه. بس قلي عادل، كيف شكيت فيه؟ تتصور واحد مثل هاد بده اثنين يختلفوا على إنه واحد محتال؟ بس برافو عليك اللي خطر لك إنك تصوره بحفلة الخطبة.
والا لو ما هيك ما قدرنا نطلع ملفه عن طريق الكمبيوتر. بصراحه الفضل مو لي، بنتي نارا خطر لها تاخذ الكاميرا وتصوره بالحفله. المهم هلا شو بدنا نعمل؟ المفروض ينحط تحت المراقبه، وانا راح اسالك بالموضوع. ولو انه مو ببساطه نحط واحد تحت المراقبه، واحد نضيف اسعد خطيب حاليا ما عليه شيء. بس يا صالح اسعد خطيب اسمه حاليا وسيم الطاير. طيب انت مفكر تقدم ضده بيان بنتي حال شخصيه؟ لا، طالما السجل نظيف من 5 سنين عم افكر اعطيه فرصه يضل سجله نظيف. ذوقك حلو. ميرسي. جميلة، أنت غالية علينا كثير. وأنتو كمان. والبيت بيتك، وأنت الأساس. تسلمي لي يا نبيلة، أنت ظريفة كثير، كثير. يعني إذا قلت لك لا تتركينا بتقبلي؟ مين قال إني رح أترككم؟ ليش أنا بقدر أستغني عنكم؟ عن جد يا جميلة؟ لك طبعاً عن جد. أنا كان قلبي حاسس إنه عاملة هالقصة تمثيل التمثيل لتعرفي قيمتك عنا. أنا قصة؟ قصة الخطبة. نعم نعم نعم. مين قال لك إنها تمثيل؟ شو بلشنا نبيلة خانو؟ شو بلشنا؟ إن شاء الله فاكرين إني مالي حاسة عليكم، لك كلكم غيرانين مني وداقت عينكم كمان. أنت شو عم تحكي جميلة؟ مثل ما لك سمعاني. أولاً لا حدا حاسدك ولا حدا ضايقة عينه، وأنت لازم تعرفي هالشي منيح. كل تصرفاتكم بتقول إنكم حازيني وراح تطقوا كمان. إذا مفكرة هيك فلازم اشرح لك وجهة نظري. يا جميلة نحن كل همنا مصلحتك، وبصراحة فرق العمر اللي بيناتكم مانو طبيعي، وأنا خايفة عليكي من كل قلبي يا جميلة. خايفة علي؟ روحي خافي على بنتك اللي ما عرفت تتجوز لهلا. وإذا كان أصغر مني يعني؟ يعني حرام عيش اليومين الباقيين من عمري مثل كل هالناس؟ أنا قلبي نشفان يا نبيلة، بتعرفي شو يعني قلبي نشفان؟ بس واضح يا جميلة إنه شاب ما خرج يحمل مسؤولية. إيه أنا رح ساعده. طيب يا جميلة وين بدكم تسكنوا؟ معيب يا نبيلة تسأليني هالسؤال؟ قبل شوي كنتي عم تترجيني إني أبقى معكم وما أترككم. أنا قصدي يا جميلة إنه ما تتجوزي وتبقي معنا. أنا رح أتجوز وأبقى معكم. شو يعني؟ يعني رح سكنه هون بأوضتي. بقى شفتي يا أستاذة نادية إنه كل شكوكي بوسيم الطاير طلعت بمحلها؟ يا مسكين، أكيد عاش طفولة محرومة. يا حبيبي، هلأ وقت تحليلاتك النفسية نادية؟ نحن لازم نفكر بطريقة نطلع فيها من هالقصة بأقل خسائر ممكنة. عادل، ليه هيك أنت دائما مواقفك إجرائية؟ أنا؟ إيه أنت؟ أنت ما بتقدر تطلع من كونك محامي، بتصير بدك تتصرف بأي موضوع لحتى تنهي بسرعة، وكأنه الناس ملفات قدامك مانك مصدق إمتى تسكرها. هلا هذا الكلام إلي أنا يا نادية؟ يا ستي لو كان كلامك صحيح كان الزلمة هلا بالسجن بتهمة انتحار شخصية ومحاولة انتحار، وكان ملفه فعلا تسكر. لكن أنا ما يعني ما حبيت إنه أعرض العائلة كلها لقصص ما بيجينا منها غير الفضيحة. طيب يا سيدي شو ناوي تعمل؟ ناوي أعمل؟ عمتك لازم تعرف الحقيقة. إيه كثير منيح، خبرها لك. خبرها؟ بس أنت لازم تكوني معي موجودة كشاهدة. بس ما بصير، أنا شاهد ما شاف شي حاجة. يا ستي اعتبري حالك شاهد شافي كل حال. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخيرات جميلة خانم. جميلة خانم، كيف الصحة؟ الحمد لله بأحسن حال. أنا بدي خبرك بموضوع، بس بتمنى إنك تتفهميني بهدوء. تفضل. جميلة خانم، بتحبي إنه نحكي على الانفراد؟ أبداً، نحن عيلة واحدة وما في بيناتنا أسرة. خد راحتك.
أنا ما بطول عليك السيرة، بس أول ما تعرفت على وسيم الطاير بصراحة يا ست جميلة ولا تزعلي مني شكيت فيه. إيه؟ للأسف شكوكي طلعت بمحلها. كمل. يا جميلة خانم، وسيم الطاير اسم مستعار لشخص اسمه أسعد خطيب، والحقيقة هالشخص سجله حافل بجرائم الاحتيال وكلياتها تمت تقريبا بأسلوب واحد اللي هو التقرب من السيدات يعني لشوي متقدمات بالسن بهدف الاحتيال عليهم. بعرف. تعرفي وسعدتي؟ وسيم ما بيخبي عليه شيء. قصدك أسعد؟ مثل ما بدك، بس هلا تاب. يا جميلة خانم، لو كان تاب ما كان انتقاكي انت بالذات، لانه مواصفاتك بصراحه بتطبق على مواصفات كل النساء اللي سبق واحتال عليهم قبلك. وسيم ماله محتال، واذا سمحت يلي عم تحكي عنه بدي يصير زوجي، فلازم تحكي عنه باحترام. الو، مرحبا نعيمه، مازن عندك؟ اعطيني اياه بس بسرعه اذا تريدي. الو مازن، بتجيب رامي وبتجي لعندي على البيت فورا. انا ببيت جدك هلا وطالع على البيت. بتجي لعندي فورا انت ورامي وبلا الفتله بالقصاع. ها بسرعه. بالاذن. الله معك. مع السلامه. أستاذ وسيم. خير؟ ممكن لحظة؟ خير؟ هيك مشوار بالسبايدر، يعني بعتقد إنه جاي على بالك هيك مشوار. شرف. أوكي؟ تفضل. شرف عوض. أهلا وسهلا بالسيد أسعد. أهلين بالشباب الطيبة. اسمع أسعد، كلمتين ورد عطاهم. على راسي أنت أستاذ أمور. ولك أسعد، سجلك صار عندي كله. أنا بعرفك من لما ولدتك أمك وأنت جاي. أنت اللي بتعرف أستاذ. برافو عليك، أنا اللي بعرف. بلابتك على عمتي انكشفت. أنا بعرضك أستاذ. يعني ما كنت ناوي تتجوزها؟ أنا ما لي قد المقام، بعدين هي بمثابة الوالدة الله يرحمها. عمتي الوالدة ها؟ معناتها كنت ناوي تحتال، بقى لي لشوف. شو كنت ناوي تسرق؟ الحمد لله اللي حطك بوشي لحتى تمنعني. اللي شو كنت ناوي تسرق؟ بيت المحروس. بيتكم؟ بيتنا؟ والسبايدر. السبايدر؟ سيارتي؟ بس الحمد لله ما صار نصيب. شو شعورك ولك أسعد وانت عم تجرح قلب ست قد أمك؟ يا سيدي أنا غلطان ومنك السماح. أنا نويت سامحك أسعد، بس لأنه قلت لها الحقيقة. أنا؟ ما قلت لها شيء الله وكيلك. مو انت، انا قلت لها الحقيقه. قلت لها؟ وهي مسامحتك وقبلاني فيك. قبلاني في؟ شو رايك؟ بس شو؟ مستحيل اتجوزها. حلو، لك عم تعرف شو لازم تعمل هلا؟ شو لازم اعمل؟ شمع الخيط. بشمع الخيط وما تعود تورجينا خلقتك.
حاضر. اصلا انا فيني اذيك ها، بس هالمره رح اتركك لانه حابب اعطيك فرصه لحتى تتوب عن جد. لكن صدق بحياتي ما بتركك ها، بحط دابي ودابك. خلاص توبه. ليلى شوف يلا. على راسي. شو حبيبي ما بدك توصلنا بالسبايدر؟ لك وكل وقاحه كمان. لا يا تافه اطلع اطلع. مسكينه عمتي جميله، عملت حالها بتعرف. علي عليك يا عمتي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مساء الخير عمتي. لوين يا جميلة؟ معزومة على العشاء. شو؟ شو؟ مع مازن ورامي وسوسو ومايا. سمعانين؟